قال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لقضاة وضعوه قيد تحقيق رسمي بشأن اتهامات بتمويل ليبي غير مشروع لحملته عام 2007، إن تلك الاتهامات محض أكاذيب حولت حياته إلى جحيم. ويبحث المدعون في مزاعم بأن الحملة الانتخابية لساركوزي خلال عام 2007 تلقت مساعدات بملايين الدولارات من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. مرة ثانية كمان.